المواد الكربوهيدراتيه سكريات او نشويات بتتحرق في داخل الجسم وبتدي طاقه وبتدي حمض لاكتيك. الطريقه الثانيه ان حمض اللاكتيك بيحرق الدهن ويبتدي يستخدمه كمصدر اساسي للطاقه. الحياه السهله اللي احنا بنعيشها دلوقتي خلت الطريق الثاني اتلغى تماما، وبقى الجسم بياخد الطاقه الخفيفه منه من السكريات والنشويات البسيطه اللي بياكلها، وبقت دي مصدر اساسي للطاقه، ونتج عن كده ان الدهون ابتدت تسلك طريق ثاني وتتراكم في دماغنا. فمن هنا بدات مشكله السمنه تظهر وتبقى هي مرض من امراض العصر. لكن في بيقولوا ان دي طبيعه جسم، يعني في يعني البعض بيقول ان عنده قابليه بياكل بصوره كبيره جدا لكن رشيق ونحيف ما بيعانيش من السمنه، هل دي خلايا يعني من فتره الطفوله يا اما بتتكون او ما بتتكونش؟ هو بالظبط سيادتك حطيتي ايدك على نقطه مهمه. السمنه من ناحيه اسبابها ليها عوامل كثيره جدا، صحيح ان في عامل وراثي وجود موجود على الكروموسوم 17، صحيح ان في عوامل تتعلق بالغدد الصماء، صحيح في عوامل نفسيه تتعلق بالاكل، لكن احنا بنقول ان الخلايا الدهنيه المتراكمه تحت الجلد في مرحله ما قبل الطفوله بيحصل لها انقسام شديد جدا لعوامل كثيره جدا لغايه لما توصل لعدد ثابت. في ناس الخلايا الدهنيه الموجوده عندها قليله، فعشان كده زي ما سيادتك بتقولي بياكلوا كتير جدا وما بيظهرش عليهم. ان هذه الخلايا الدهنيه المتراكمه تحت سطح الجلد عددها ثابت قليل، مهما ياكل الجسم بيستخدم المصدر الطبيعي والباقي بيخرج الى الخارج. لكن نتيجه لسوء بعض عادات التغذيه ونتيجه لسوء مستوى زي ما انا قلت دلوقتي ان احنا بنسبه بنقعد في البيوت ما بنتحركش، بنستخدم المواد النشويه فقط والكربوهيدراتيه كمصدر للطاقه دون ان نحرق الدهون، من هنا بدات مشكله السمنه. بقينا احنا بنساعدها في عوامل وراثيه بتساعد، في عوامل هرمونيه بتساعد، لكن بقينا احنا في اسلوب حياتنا بنساعد السمنه انها تظهر وتبقى ظاهره قدامنا كاسلوب. من هنا احنا ساعدنا السمنه. طب العلاج ايه بقى؟ العلاج الحقيقه بيمر بثلاث مراحل قويه جدا. لابد ان زي ما سيادتك قلت في البدايه ان يكون في اسلوب غذائي. والاسلوب الغذائي هو الرجيم، والرجيم مش مقصود به 4 اسابيع او 6 اسابيع، الرجيم معناه اسلوب حياه افضل فيه طول عمري اتابع. والاسلوب الثاني هو الاسلوب الرياضي. وبندي مع الاثنين قوه الاراده الذاتيه، لان السمنه دي لما كنتش انا اتحكم في قوه ارادتي ممكن السمنه تبتدي تظهر وتبتدي تدي اعراض ثانيه ويبقى اسلوب غذائي. يبقى لابد ان، وده بيبدا من السيده في المنزل، هي اللي بتاكل ولادها، هي لابد ان احنا نديها ثقافه غذائيه نعرفها ايه الاغذيه المسؤوله عن الطاقه، ايه الاغذيه المسؤوله عن النمو، إيه هي ممكن تقدم ايه في اكلتها، ممكن الطفل يقبل ايه، ممكن ما يقبلش ايه، وهكذا. اسلوب رياضي، لابد من اتباع اسلوب رياضي، لا يمكن اتخيل علاج للسمنه بدون اسلوب رياضي. هل في يعني الحديث او الجديد في مجال التدخل الجراحي للتخلص من السمنه؟ اسمع عن شفط الدهون. بالظبط زي ما سيادتك بتقولي، احنا كنا في الاول بنتبع حاجه بسيطه، بنتبع نحط بالون مثلا في داخل المعده، وبعدين الحكايه اللي بعض الزملاء بيستخدموها لكن دلوقتي احنا بطلناها، لان المريض بيحس بعدم راحه لوجود هذا البالون. بعض الحالات بيكون فيها اقتراح في المعده ونزيف وحاجات زي كده. كنا قبل كده بنوصل جزء من الامعاء الرفيعه للامعاء الغليظه، وبنستأصل الجزء بينهم او بنقيه، عمليات كبيره وعنيفه ما نقدرش نستخدمها دلوقتي. لكن زي ما سيادتك قلت ان الجديد هو عباره عن ان انا لازم ازيد كميه الدهون، لان اساسا لما بنقول الرجيم معناه تجويع، عدد الخلايا الدهنيه اللي موجود في الجسم ثابت. فمهما اعمل رجيم هيخس الجسم، وبعد كده لما الواحد يرجع يتمدد بيزيد الجسم. لكن لما اعمل اسلوب تجويع يبقى انا دخلت هنا في الاسلوب الجراحي. الاسلوب الجراحي لازم الخلايا الدهنيه الموجوده قدامي اشيلها بالكامل. هشيلها بطريق من طريقين، يا اما ان جلد الجسم مشدود وبالتالي كل اللي موجود عباره عن زياده في عدد الخلايا الدهنيه، ويبقى شفط الدهون هنا بالسهل جدا وما بيطلبش اي اثار جانبيه، والجسم يبتدي يرجع لمرونته ويبقى مظبوط. انما في طريق ثاني ابص الاقي الجلد مترهل. ففي هذه الحاله انا اذا شفطت الدهون رهرطه الجلد هتزيد اكتر. يبقى انا ما فدتش المريض في هذه الحاله، انا زودت من متعبه. لكن في هذه الحاله يبقى بيتم استئصال الدهون مع الجلد المترهل. وبيتم طبعا شد الجلد بطريقه معينه، تقويه لعضلات البطن بطريقه معينه حسب المكان اللي انا بقى فيه شفط او استئصال الجلد. انا بقول في المقدمه عن الشعر، يعني هل في جديد في زرع الشعر ومفيد ولا لا؟ الحقيقه سيادتك برضو هنا نشوف اسباب سقوط الشعر. هل الشعر اللي ساقط قدامي ده سبب وراثي ناتج عن الصلع اللي احنا بنتكلم عنه،
ولا هل ان سقوط الشعر ده نتج عن بعض الامراض اللي بينتج عنها ندبة تامة بحيث ان سقوط الشعر لا يتم نموه مرة تانية؟ بصرف النظر عن السبب اللي نتج عنه سقوط الشعر، فانا عايز اقول ان احنا بنعالج سقوط الشعر بطريقة من ثلاث طرق. اما ان احنا بنستخدم بصيلات، ودي كثر الكلام عنها جدا، ان احنا بناخد بصيلات من خلف الراس او من اي اماكن في الجسم فيها شعر وبنزرعها بطريقه او باخرى في الاماكن اللي فيها شعر ساقط او غير متواجد، لكن هذه الطريقه بتحتاج لعده جلسات، مش اقل من ثلاث جلسات. الطريقه الثانيه ان انا باخد شريحه كامله من الجلد، يعني مثلا المنطقه دي فيها شعر كامل والمنطقه دي ما فيهاش شعر، فبلف شريحه كامله بتعمل لي خط الشعر وابتدي ازرع من الداخل بعض بصيلات الشعر، ودي بتدي نجاح كويس جدا. الطريقه الثالثه وهي الحديثه جدا جدا، اللي هي احنا بنستخدم تمدد الانسجه عن طريق زرع جهاز معين ليه شكل معين يشبه البالون، قد يكون هلالي قد يكون دائري قد يكون رباعي، يتزرع تحت الجلد في المكان اللي فيه شعر، وبعدين بطريقة معينة بيتم تمدد هذا الجهاز على مدى 4-5 أسابيع، وبعد كده بيتم إزالة هذا الشعر والجلد المتمدد الكامل بيرجع يغطي المنطقة اللي ما فيهاش شعر. بالظبط. وهي الحقيقة الطريقة الحديثة اللي هي تمدد الأنسجة عملت ثورة الصلع بالذات، لأن الصلع من المشاكل اللي تؤذي كثير من الشباب، فدي عملت لنا ثورة كبيرة فيها علاج هذا الصلع. أكيد. عموما إحنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء والمعلومات القيمة الجميلة اللي حضرتك قدمتها لنا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.